صباح جميل لا يليق إلا بكل المحبة التي تجمعنا بكم دائما، أوقات جميلة تحلو بمتابعتكم لنا، فصباح الورد والفل والياسمين، صباح الوطن الجميل الساكن في أعماقنا، صباح الأمل الذي نتحلى به كل صباح ليمدنا بطاقة جميلة بقية اليوم. صباح الخير سمارة. صباح الخير يا صبري. أسبوع جديد وأسبوع مليء بالتفاؤل وبالنشاط إن شاء الله. يا رب إن شاء الله يكون أسبوع جميل لنا ولكم مشاهدينا، مليء بالأخبار الجميلة وبالأيام الجميلة أيضا كالتي نلقاكم فيها دائما كل صباح. أسعد الله صباحكم بكل الخير، حلقتنا فيها الكثير من المواضيع والفقرات والضيف المميز جدا، فخليكم معنا، صباحنا بكم أجمل. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مجددا، وحلقتنا لهذا اليوم لا شك بأنها استثنائية، نستضيف فيها أحد عمالقة الفن والدراما اليمنية. في الحقيقة هي فرصة جميلة لنا بأن يشاركنا في هذا الصباح المطرز طبعا بجمالية النيل، يزداد صباحنا ويومنا أكثر جمالا. ضيفنا اليوم يمتلك تاريخ مهني كبير في عالم الفن وله بصمة مميزة في الدراما اليمنية والأعمال الفنية التوعوية، نشأ معه جيل كبير تربى على أعماله جيل الثمانينات والتسعينات أيضا، وأعماله مميزة حتى اليوم ومثال يحتذى به في مجال الفن. لا شك بأنه سنتعرف على ضيفنا ونرحب به ونقضي معه أوقات جميلة، لكن في البداية طبعا سيكون لدينا كما تعودنا اتصال هاتفي مع كبير الأرصاد الجوية المهندس رشيد العريقي، ثم نعود لبدء الحوار. باش مهندس رشيد، صباح الورد وصباح الجمال، أتمنى أن يكون يومك مميزا خاصة مع بداية هذا الصباح. حدثنا ما هي مستجدات حالة الطقس وهل من ارتفاع لدرجة الحرارة خلال هذا الصباح؟ أهلا الله وصباحكم بالخيرات والمسرات أخي صبري، وأحييك والزميلة سمر وأحييك البرنامج وجميع مشاهدين المكان. فقد من الله سبحانه وتعالى على بلادنا وذلك في العديد من محافظات بلادنا الجبلية وأمتد شرقا إلى مرتفعات أبين وشبوة وحضرموت بأمطار كانت بعضها غزيرة خلال ثلاثة الأيام الماضية وأمتدت حتى وصلت إلى المهرة وشملت 16 محافظة، وكانت الأغزر على نصاب وعتق والروضة وحبان ومرخص سفلى محافظة شبوة وبير باشا وبعض قرى حيفان ودبع الخارج والأخمور وبني حماد وشرعب الرونة وجبل حبشي محافظة تعز والأبعوش وبعض مناطق ريفان زلح ومزهر والسلفية في ريمة وتريم وريدة المعافر والقوهيين في حضرموت وعلى المخادر السياني في إب ولودة وموديا في أبيان وحجاج ومريس الضالع. قال الله سبحانه وتعالى أمطار خيرا وسقيا بركة. وهنالك مؤشرات أخي صبري طبعا باستمرار هطول الأمطار وبأكثر توسعا وغزارة خاصة قرب نهاية الشهر الحالي بدءا من يوم 27 الشهر الحالي. طيب يا باشمهندس رشيد، هذه الأجواء هل في تحذيرات مصاحبة لها أيضا تحب تخبر بها المشاهدين خاصة في الأيام القادمة؟ نعم أختي سمر، الأجواء المتوقعة أيضا هطول المزيد من الأمطار متوسط الشدة إلى أدخال عواصف رعدية على مرتفعات الجبل الغربية بعضها غزيرة خاصة على مناطقنا الجبلية، وهطول أمطار متفرقة على محافظات البيضاء ودمار وغرب كلها من صنعاء وعمران وسعدة وسعدياما، وقد تمتد شرقا إلى أجزاء من حضرموت والمهرة، وطقس حار إلى شديد الحرارة نهارا على الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية. وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 35 و45 درجة مئوية. لذا يحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من التواضد وعبور الممرات السيول وكذلك من العواصف الرعدية وانخفاض مدى الرؤية الأفقية أثناء وبعد وصول الأمطار. ومن الأجواء الحارة وشدة الحرارة على الصحاري والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافعة. كما يحذر الأخوة المواطنين خاصة ربابنا السفن وبرتادية البحر والصيادين ارتفاع الموج واضطراب البحر حول الخبيث قطرة والسواحل الجنوبية والشرقية وضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة وارتفاع الأبواب قد تصل إلى 5 أمتار حول الخبيث قطرة، إذا علينا أخذ الاحتياطات اللازمة. شكرا لك. نتمنى للجميع الصحة والطبعا العافية وكذلك ودمتم خيرا في وإن شاء
شكرا لك باشمهندس رشيد العريقي خبير الأرصاد الجوية، ونتمنى لك وللمشاهدين يوم جميل وبداية أسبوع جميلة يا رب مليئة بكل الخير. مشاهدين أهلا بكم، ونبدأ حلقتنا طبعا كما ذكرنا في بداية الحلقة أن ضيفنا اليوم هو ضيف غالي علينا وعلى كل اليمن، فنان القدير وملك الدراما اليمنية الفنان يحيى إبراهيم، وحلقة مميزة طبعا بوجوده وبصحبته خلال ساعة وربع من الآن. صباح الخير يا أستاذ يحيى. صباح الخير، صباح الورد، صباح النور، صباح الابتسامة، صباح صباح كل شيء. طبعا ملك الابتسامة بلا منازع. يعني تربينا هي صدقة، تربينا طبعا ونحن نتابع كان التلفزيون الرسمي على تلك كان الوحيد المسلسلات الخالدة التي كنت بطل فيها، سكنت قلوب ملايين اليمنيين. الحمد لله. من الفنانين المحترمين، لا توجد بينك خصومات شخصية مع أحد، بالعكس الكل يعني يذكرك بكل الخير وبيحبك. يعني لن نعود إلى البداية، كيف وجدت نفسك فنان؟ كيف وجدت أنه داخل يحيى إبراهيم هذا فنان سيكون له شأن كبير وسيكون متواجد داخل كل بيت يمني من خلال الأعمال الخالدة التي قدمتها منذ أكثر من 30 عاما؟ الحمد لله 47 سنة. 47 عام في الفن يعني. بس هي أحيانا تأتي صدفة، وما أحلى الصدف. أنا لم أكن أعلم أن عندي موهبة أو أن أكون ممثل أو أكون أكمل حياتي بالدراسة في بغداد، وأصبح الحمد لله اللهم لك الحمد المحبة الناس يعني كنز. فتم اكتشافي بالصدفة يعني في إحدى المعسكرات الطلابية وأنا عمري حوالي 16 سنة 15، اكتشفوا أن أنا عندي موهبة التمثيل. اكتشف المشرف، أنا تعرفوا زمان يقولوا أنا الحكواتي، أنا كنت محازي، كنت حازيهم 4-5 يعني قدرتي الفائقة. تدخل المشرف من ورانا، شاف الشباب اللي حولي في الحلقة اللي أنا فيها بيضحكوا وأنا بنسترسل في الخيال بتألفها، هي نكتة بنادي لهم نكتة وكيف أعمل جحا وكيف تخلوا. بعدين هو حس إن في إبهار، أول ما دخل ابتجعت، أرك طبعا خزيت لأنه جاء مشرف كبير يعني اللي هو تبع الكلية التربية في أذكرها لحد الآن، قال لي أنت اليوم حتشارك في الحفلة حق الليلة، لأنه كل يوم كان فيه حفل وفي كذا. افتجعت عرف واحد لما افتجع أول مرة. طبعا أسرتي كلها ما فيش حد منهم فنان ولا أقاربي حتى ولا، فكانت بالنسبة لي كارثة أنه أطلع. قلت لي يا أستاذ رجاء، كان ركبي بيرقلين كنت أنا في حالة، قال لي حتطلع ولا تعمل شيء، تقرا النشره خرافيه انه حصل دجاج ومدري ايش ومات كذا. نظم وقت الحفل، عزكم الله هربت الحمام وغلقت من داخل، بحثوا عني بعد قالوا له شافوا حمام من الحمامات مغلقه، قالوا ها انا، وانا ولا ساكت يعني مرعوب يعني خايف من وجه الجمهور. طبعا هم طلاب كلهم بس من المحافظات، اكتشفوني خرجني بالغصب ودخلني الكواليس، عملوا لي من هذا القمع الكبير هذا حق الجهاء، والدولية النشرة قريتها. طبعا اللي حصل معي كانت حاجة رهيبة جدا، وأحكي لكم عن حاجة ثانية حصلت في بغداد. فجر الورقة طبعا، شفت لما تشوف بلاصم يعني ورقة بس أشوفها ولا كلمة مفهومة زي الفوكس فوكس فوكسة. فجلس فوق الكرسي وقرأها هم يضحكوا. عملت مشهد من مشهد من دون اختياري، والورقة في يدي كانت يعني كانت الجمهور فاكر أن أنا بنمثل وأنا في رعب، ما حدش حاسس رعب، ما حد حاسس بي أبدا. عرق هذا كان ينزل فلاثات خلاص، قال لي صف أقولي برافو، ما قدرت أقرأها. اليوم الثاني دخلوني ممثل، الليلة الثانية حضرت بروفات مع شباب ودخلت في الإسكتش ممثل. تورط يعني تورطت غصبا عني يعني. الحمد لله فاستمرت يعني هواي، بعدين في مدرسة، بعدين عملت لي فرقة، بعدين عملت لي مؤسسة، والحمد لله اللهم لك الحمد وصلنا لهذا الحال. طيب أكيد كل الفنانين في البداية حتى لو كانت البداية سهلة وبسيطة بيكون في اعتراض من الأب من الأم من الأهالي، من إيش الأشياء اللي واجهتك في البداية؟ الحمد لله أنا احتبست في البيت شهرين بعد أن مثلت مسلسل الوالد الله يرحمهم. قالوا ليش تمثل مع نسوان؟
كانت رجل عالم كبير يعني. وهو وصل له خبر من الناس يعني، هو ما يشوف التلفزيون خالص لما توفى. فقال لي احنا سمحنا لك تمثل في المسرح، يعني كان مسرحي كذا، لكن تلفزيون تطلع معاه مره ما هيش لك ولا هي مكلفك ولا هي اختك ولا هي امتنا ولا. قلت هتسوي الدين معي كذا، وقال لي ضرب محترم الدين معي من اسرتي، وغلق علي الابواب وشهرين وانا محبوس في البيت نهائيا. لما امتنعت من التلفزيون اي نص كان يجي لي اقول لهم عفوا ترفض مسرح، انا ابن المسرح. فرفضت التلفزيون كامل، جرى وراي التلفزيون. كنت بعدها يعني الوالد كان ضغط ضغط ضغط، لما في الاخير اللهم لك الحمد عرف قيمة الفنان ورسالته في المجتمع من خلال ما سافرت مع أكثر محافظة، حب الناس، النقاط التفتيش لما نمشي دون التحية، الفنادق لما نروح حصل تخفيض، يعني شاف الوالد أن الموضوع ما هوش بفايدة من ماهوش أي ما هوش من هذا الموضوع اللي كان يتخيل أننا زي ما يقولوا صعلوك سرسرين أننا مدري إيش. فبدأ الفترة الأخيرة يدعمني هو شخصيا، وبدأ ما يرضى يروح أي مكان إلا لازم يكون معي. فاعترف بي بس بعد ايش؟ بعد فترة، بعد مده، بعد فتره طويله يعني. ياسر يحيى هو طبعا يقولوا المعاناه هي تخلق الابداع، لا شك انه هذيك الايام كانت الظروف قاسيه يعني، واليمن يعني كان وليد يعني ينطلق نحو التطور يعني في البدايه. فاكيد انه انا مثلا ذكر اي نشاط انه بيجيب واحد ملابسه من البيت، بيجيب حاجه من البيت، بيستعين بادوات المنزل، انه لازم انه ننفذ هذه المسرحيه، يعني كل واحد لازم يجيب حاجه. انت مريت بهذه الظروف؟ كان نعيش في المسرح. اذكر الزميلات الله يفتح عليهم بالخير، مديحه الحيدري الله يرحمها، سحر الاصبحي، فوزيه، كان يناموا في بين كراسي، لانه كان بروفات، وكان بيتنا واسرتنا الثانيه هو المسرح. كان حبنا للمسرح شديد يعني، لدرجه انه احيانا ننسى اهلنا، ننسى بيوتنا، وعشنا في المسرح سنوات يعني. ففي تضحيات، اكيد في تضحيات يعني، انه لكن كانت بحب اكيد، ها حب للمسرح يعني. وكان برغم الامكانيات هذيك الايام يعني، انه احنا كنا في المسرح كان كل شيء لا عندنا، لو اشتغلنا في العصر ينزل لنا كشف اضافي، لو سافرنا اي محافظه الدخل حق الجمهور لنا، غير المكافآت، غير بدل السفر، غير المواصلات يعني. كان المسرح له هيبه هذيك الايام، وفي السبعينات في الثمانينات الى ان التسعينات انشغلنا بالوحدة، وانشغل الدولة بتوسعات البلاد، فبدأ يكش المسرح اختفى. تجربتك مع الدراما، شفت نفسك بعد منطلق في قطار الدراما؟ الحمد لله، الحمد لله. يعني اعتبر انه من طلعة التلفزيون، واعتقد اول مسلسل كان رباعية اسمها عودة مهاجر، كان لي ظهور فيها، كنت اذكر كان يسموني الزرد، كنت عند العامل المتوكل الله يفتح عليه عبد الكريم المتوكل، فكنت الرهينة ابن الشيخ اللي يسمى، هذاك الايام كان الرهينة او الدويدار يسموه. فكنت لعبت دور كوميدي فظيع، طبعا لا شنب ولا دقنة، وابن شيخ ورهينة، كنت اي حاجة احصلها كلها اكلها على العامل. مثلا كان يديني اللحم مثلا اوصلها من المطبخ لا عنده، توصل ثلاث وصلات ما خمس، ويقول انا اشتريت انا انجين، ويرجع الثلاث ينضجوهن ويرجعن ثلاث، ارجع وقدم ثنتين او واحده. فكان ما فيش امان، مشبك طبعا، كان يدوه هدايا للعامل، ادخل مع العسكر هذا مشبك في حضني داخل، ناكل زحاوق ومشبك. كان دور، كان يقول لي الزرد يعني، كل شيء ازرد. هذا كانت بدايتي. وبعدين كان بعدها مباشره مسلسل المهر من جمهور الحريه، ودخلنا في المسلسلات يعني لحد الان، ما فيش رمضان لو أنا موجود في المسلسل أو اثنين في المسلسلات. طيب يا فنان، أكيد طبعا تجربة المسرح حتى لو كانت قريبة لك، لكن المسرح بيكون التجربة فيه صعبة، لأنك بتشوف رد فعل الجمهور، كيف متقبلك، كيف مش متقبل العمل. كيف كنت تشوف هذا يعني، الرهبة والخوف اللي كان موجود من ما زال لحد الآن الرهبة والخوف من المسرح. أنا حضرت أنا مسرحية في المسرح القومي في العتبة، دخولي بس كمتفرج كنت خايف، لاني عارف ما بيحصل في الكواليس. صح، دخلت اتفرج الفنيات والاداء يعني كمسرحين ما شاهدتهاش انا. فبرضو عندنا في المسرح في اي دور نقوم به رعب في الكواليس، رعب وخوف وارتعاش يعني، لان حتقابل عيون وحتقابل اشخاص وارواح معك، اي غلطه
بتشوف على طول نتيجة الرد فعل الجمهور بيفضح يعني بيشوف منك على الأداء. فكانت رهد ما زالت لحد الآن عني شخصيا أتكلم أنه أي مسرحية مثلا طبعا أنا في مصر شاركت في أكثر من أقول 7 أو 8 مهرجانات تبع مسرح التجريبي غير حضورك من عام نقابة في مهرجانات دولية اسكندرية هنا في فما زلت أخاف المسرح وأحبه أحبه يعني أنا يعني هو أقرب لك من التلفزيون جداً جداً جداً, جداً. الكاميرا الكاميرا والتلفزيون بالنسبة لي عادي يعني لكن المسرح رهيب المسرح وحرمنا من المسرح بسبب التلفزيون استقطبنا على ذكر التلفزيون يعني أنت عملت مع الكثير من المخرجين اليمنيين إبراهيم الأبيض الله يفتح عليهم محسن معيذ عبد العزيز الحرازي الأستاذ عبد العزيز الحرازي علي بنن يعطيها الصحة علي بنن مخرجين كبار يعني عمالقة كانت أيضا ظروف التلفزيون في البداية في بداية النشأة وكان أيضا العاملين هناك كل واحد بيحب إنه يعني يقدم عمل ورغم شحة الإمكانيات يعني لكن أيضا كانت يعني تجربة دخولك الدراما أيضا كانت تجربة يعني وإن كان فيها صعوبات لكن هل بتشوف الآن إنه يعني تغير الوضع الآن يعني برزت على الساحة الكثير من الوجوه المتميزة في الإخراج يعني وليد العلوفي مجاهد الآنسي أيضا نذكر عبد الرحمن دلاق يعني كثير من هؤلاء الشباب ما زالوا بيواصلوا محمد فاروق اخيرا يعني في 3 مسلسلات ما شاء الله ومصور اصلا وممثل فدخل الاخراج وانطلق بانطلاقه حلوه كان زمان الامكانيات اكثر من الان كان زمان حتى الدوله اذكرني استقطبت ممثلين مصريين كبار مثل الفنانه المرحومه القديره امينه رزق ومها صالح وحسن يوسف واسماعيل ياسين كان في 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 إنتاج ضخم أيضا من سوريا من مسلسل وضاح اليمن أنا كنت هذاك اليوم شاب يعني ما شاركت العمل بس كانت نهاية 70s يعني بداية 80s فكان في فوج كبير من الإبداع ومن الدعم الدولة كانت مهتمة بالتلفزيون اليمني وكان أسود أبيض وبعدين تحول إلى وكان أرضي تحول إلى فضائية وكان المصيدر أو نسميها الملك القناة الفضائية كانت هي الأم هو اللي تربينا على يدها وتخرجنا فيها وترعرعنا وبعدين جاءت القناة السعيدة كمنافسة بدأ التنافس وبدأ الإغراء وبدأ الإنتاج كيني ميني وهم يهمك ومسلسلات كثيرة في السعيدة شاركنا كثير أعمال يعني بشوف يا أستاذ يحيى عفوا أنه القنوات الخاصة هذه أيضا التنافس اللي حصل أسهم أنه الفنانين يجدوا أكثر من فرصة عمل وتتنوع أعمالهم بين القنوات الخاصة وأنه أيضا العائد المادي بيكون أعلى من العمل تنفس. مع التلفزيون الحكومي حصل تنفس لنا أنه لما الفضائي ما مش معنا خيار يا تشتغل يا ترقد في البيت جاءت السعيدة بدأ الاختيار هل أشتغل مع السعيدة أو أشتغل وبعدين القنوات اتفتحت ما شاء الله الأعمال الدراما على قفا من يشيل يقول لك وخاصة خرجنا مصر يعني في قناة المهرية شاركنا في أكثر من عمل شركة النبيل طبعا خالد المرولة آخر عمل كان دكان جميلة والكادر كله كان يمني والطاقم الفني مصري يعني مصري. المخرج كان هو مصري أيضا وكانت أيضا في على ذكر دكان جميلة كان في براعة أيضا من المخرج أنه أوجدنا بيئة يمنية داخل أراضي مصرية يا سلام استوديو كامل يعني اللي يشوف التصوير يحس انه في اليمن انه في اليمن لان كل الديكورات صناعه ليش يقولوا احيانا السينما صناعه والتلفزيون انت كنت تصنع نجم يعني انا كان مخرج مسرحي اشوف واحد في الشارع عجبني شكله تعال واجيبها للاستوديو اعمل له دور واعمل منه نجوميه لكن الاساس فينه الاساس هش صح لان الاساس الاصل المسرح اذا بني الفنان في خشبه المسرح وترعرع فيها يصبح في المستقبل حاجة قوية يعني وحتى في الأعمال الأخرى بيكون هو بيكون قوي فيه. أنا مثلها شفتي المعلبات مكتوب فيها تاريخ الانتاج والانتهاء اللي بيطلع بسرعة انتهى قريب يعني سرعة ما دار ضير المرتفع لكن اللي يعافر من البداية كما دار وقع سرعة النجومية لكن احنا نشوف إلى حد الآن ما شاء الله أقول لك أنا الآن مرعوب من المسلسل اللي عايجي أو الفيلم اللي عايجي أنه بنطلع درجة ما عندرجعش خلف كل ما نطلع لازم يكون بنفس القوة وأيضا الخوف من كلمة أنا
انه انا وصلت، انا ما عمر حد يقول انا وصلت ولا يمكن يوصل. العمل بروح الفريق الواحد صح. واللي بيوصل لا يمكن اوصل، لا يمكن اوصل وهذا بدايتها غرور، بدايتها النهايه. يعني لحد الان يا فنانة لما بتعمل مثلا عمل درامي بتكون خايف من أكيد. انا خايف من الخبره الطويله اللي بيمتلكها الاستاذ يحيى، يعني يقول لك ما زلت اتعلم. يعني انا خايف من امس، من اول امس مبلغوني وانا خايف للقاء هذا، والحمد لله نواجه الكاميرا خلاص الخوف يروح. لكن قبلها الرعب موجود من الكاميرا لانها ما هي سهله. لو تلاحظوا انه لما تعملوا لقاءات مع تجار مع مسؤولين مع كذا تلقوا الخوف، احيانا اعتذر، احيانا يوصل لمرحله يقول لك انا اسف. ليش؟ انه انا كاميرا احنا بنقابلها مش عشان هي جهاز، عشان جمهور فيها الان مباشر، هذا المسجل يكون اهون. طيب استاذ يحيى، انت جسدت عشرات الشخصيات، هناك بعض الفنانين يسمع انه يقول لك انه ما زالت الشخصيه هذا تسكنه وما زال متاثر بها الى ما بعد المسلسل بفتره شهور مثلا. ف ما هي اقرب الشخصيات التي كانت يعني قريبه الى روح يحيى ابراهيم، وما هي اصعب الشخصيات اللي سكنت داخل يحيى ابراهيم وحاول انه عانى فتره انه يفصل ما بين الشخصيه هذه وما بين حياتها الطبيعيه؟ الاستاذ عبد الرحمن بلاك الله يذكره بالخير، احنا نقول ايش المخرج، ما هوش المخرج اللي هو عندها الشهاده العليا، عندها الخبره، يعني لو يجي مخرج على مستوى العالم يعني وما يفهمكش كممثل، ما يخرج منك الادوات اللي داخلك، لانه الممثل هو اداه. الحين انا ابني الصغير مثلا يجي يقول لي يا ابا انتو ما فعلتوش كذا، يعني لو انا اسمع كلامه، اسمع كلام اي مشاهد اي احد في اي دوره مثله، لانه هو مرآتي. فالمخرج هو مرآه. فعبد الرحمن دلك الامانه صانع النجوم، هو صانع، لانه يشوف الشخصيه امثل قدامه مثلا يقول لي انا مش مقتنع. انت مقتنع؟ قلت والله ما مش، انت بتشوفني انت، يعني انت اللي بتشوفني. قال لا انا اشتي اضعاف، بدا يخرج منك اشياء انا يمكن استحي اعملها. على 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 ذكر الموضوع، مسلسل يا عيبه هو اختارني ان انا اكون شاب مهاوز برغم عمري هذاك الايام. معاكس يا سمر، معاكس. ايوه عمري 40 سنه. قلت لي يا عبد الرحمن ما ينفعش، انا في السن هذا، بعدها من اسره محافظه جدا يعني. ما قال لي يا ننجح يا نفشل، ندخل انا والتجربه. تخيل انه كان يدخل في بيته او يجي عند البيت مغلق على هذا مجاني، شوف المجانين، ونجرب عشان يفك عيبة، يفك الصوامين ويشتغل. والله دخلت وانا مكره للدور هذا، كرهت تماما يعني، وكنت مستحي، ومع ذلك خرج مني اشياء انا ما كنت اتوقعها، الى درجه انه المشاهدين يقولوا لي احنا شاكين في موضوع. طيب هذا الدور بتعمل لك مشاكل في البيت يا استاذ يحيى؟ الحمد لله ان الوالد ما بيشاهدوش التلفزيون الله يرحمهم، قد توفوا. وام عبد الله الله يعينها عليك. والله يعينها، هي الان بتشاهدنا، هي بتشاهدنا الان، بنوجه لك تحيه. سلمت الامر. هو ايضا وجود الزوجه يعني هو ايضا عامل مهم للانسان ينجح، يعني سند ودائم ونجاح. طيب انا ما زلت الشخص اللي جلست ساكنه داخلك وما زلت شهور وانت بتعاني منها مش قادر تفصل، يعني مسلسل عرضه، مسلسل رمادى الشوك اللي هو الشحات، زعيم الشحاتين، بنعاني من الشحاتين في الواقع، لانه انا كنت المدرب والمعلم والاستاذ حقهم، وعندي السبوره، يعني عندي اجمعهم كل الشحاتين، اديهم الخطه كيف تشحتوا، يعني كل المواضيع اللي اخذناها من الشحاتين الحقيقيين انا طبقتها كزعيم الشحاتين، ونزلت الميدان، نزلت الميدان وشحت، لدرجه انه عشت الشخصيه بكل تفاصيلها، بكل شيء، لدرجه ان انا يعني كان في موقع التصوير مثلا معي عربية رجلي مقطوعة، وشي مشوه، أسناني مكسرات، حلاقة كانت شنيعة، لابس كبوت فوقي مرقع من كل الجهات، لدرجة أنه في إحدى المشاهد وإحنا في المدينة السياحية بنصور، هم بيصوروا وأنا ما بشمعي تصوير، جالس منتظر الدولي، ما أشوف نفسي لأقنا بنشحت، أقسم بالله تلقائيا لأنه مارس مهنتي. أيوة، فعندما أعطيهم محاضرة أنه الشحات كيف يكون، من يشحت، من وضحيه، من والزبون وكذا، يجوا يشحتوا مني وانا عارف بالموضوع. اقسم بالله حصل لي موقف مره في الجوله، في واحده او واحد طبعا ايديه حارقه، هكذا عامل هذا كله،
طبعا مكياج، كل المكياج هذا كله حارق، تقول له على غيري ايوه ايوه يعني مش علي يعني تجاب شحت يعني خلاص يعني حيموت. قلت له طيب ليش دام انت مريض ومحروق ليش ما تروح ترتاح في البيت؟ واحد جنب ماسكه، واحد دخل فضول هكذا، لا استاذ حرام عليك انت فنان ادي لك اماكن بدل ما ادري. قلت له يا ابني هذا مهنتنا، هذا مهنتي انا انا احنا عارفين ايوه ما رضيت ما رضيت حوشوا الناس في انا في الجوله. قلت خير الله لازم افضح. شليت يدي وكرشت الدهان هذا الرز اللي نسميه يا الله اي لا يدي كلها، قلت وكان دم وفنتو ومدري ايش وكذا، وريتهم قلت لهم فين متقمص هذا المفروض يا صديقي كان استقطبوه معاكم في الدراسه ما رحت لي اتجاه والله فنان والله هرب الشحات لاني فضحته. قلت لهم شوفوا هذا 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 قرشت الدهان طبقات ثلاث طبقات ومشرخ حريق ولون الوردي هذاك ولون مع الفنتو مع الكذا والدم ما زال يعني شيء مقزز. وريتهم انه هذا شغلنا تفضلوا. هي هرب الشحات. الاسئله بتحلو معك دائما يا صديقي. طبعا الزملاء شايف وميثاق عدوا هذا التقرير نتابعه ثم نعود لاستكمال حوارنا مع ملك الدراما ونجم الابتسامه الاستاذ الكبير يحيى ابراهيم. يكون شعرها طويل واخضر ايوه وعيونها شقر مع اخضر فرقد يهتدى به كل من يسعى الى احتراف فن التمثيل في اليمن ورقم صعب لا يمكن تجاوزه او عدم التطرق اليه اذا ما طرأ حديث حول الدراما اليمنيه يحيى ابراهيم اسم نحتته شاشات التلفاز في اذهان اجيال من ابناء الشعب كواحد من اهم وابرز اعمده فن التمثيل اليمني ولد النجم يحيى ابراهيم في العام 1967 حاصل على دبلوم وبكالوريوس في الفنون المسرحيه عضو الفرقه القوميه للتمثيل ونال العديد من الجوائز منها جائزة مهرجان المسرح العربي بالقاهرة 2006 عن مسرحية البيادق وجائزة مهرجان دولة الإمارات عام 2009 عن مسرحية خرجت من الحرب سهوا ولأنه الجوكر لا دور يصعب عليه تأديته فقد تنقل خلال عقود من مسيرته الحافلة بالعطاء والإنتاج بين مختلف ألوان التمثيل كوميديا وتراجيديا دراما وميلودراما بدأ جوكر الشاشة خطواته الأولى فنيا في عمر مبكر جدا ليلاقي تشجيعا كبيرا من معلميه فاكتسح بعدها الوسط الفني بدءا من ثلاثية من الذاكرة ثم مسلسل من نجوم الحرية وبعدها توالى ظهوره في أشهر مسلسلات التلفزيون اليمني وآخر أعماله مسلسل سر الغراب تسلسل النجم اليمني من عمل إلى آخر ولا يكاد يخلو موسم رمضاني واحد دون رؤيته حتى بات من ضروريات الحياة الرمضانية وأجوائها عند اليمنيين العديد من الأعمال الدرامية خارج الجغرافيا اليمنية شارك فيها النجم إبراهيم وحصل في كثير منها على دور البطولة لتتنوع مسيرته الفنية الزاخرة بالإنجازات المحلية والخارجية حضوره السينمائي تمثل في عمل وحيد مع المخرج والكاتب بدر الحرب وذلك في فيلم حصد الكثير من الجوائز الأوروبية والعربية وتم عرضه في أكثر من دولة عدا اليمن من جديد مشاهدينا عدنا لكم بعد هذا التقرير الجميل عن أعمال ضيفنا الفنان الكبير فنانة طبعا شفنا التقرير شاهدنا في أعمالك العظيمة اللي شاركت فيها إيش أقرب الأعمال لك؟ خليجيا طبعا مسلسل هوامير الصحراء كان جمع كم هائل من أبطال الوطن العربي بشكل عام السودان ومصر والخليج كامل فين تم تصويره؟ في الرياض في الرياض وفي في سوريا وفي الإمارات أعتقد في دبي فكنت أحد أبطاله كنت دور حضرمي شفته اللي يمكن وأيضا مسلسل آخر الأقرب إلى قلبي اللي هو سوق الحرانج اللي الشعبي اللي شفته الآن مسلسل كان بطولة يعني بطولة مطلقة 30 حلقة واللي كتبها الفنان المبدع زميلي وصديقي فهد الحيان الله يرحمه توفى قبل الشهر الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه هو الجانب الإنساني دائما بيطغى على الفنان وأنت يعني قريب جدا يعني من الزملاء الزملاء يعني فنان كان إنسان يعني فهمت الحياة أنا استقدمني أكثر من عمل في غشمشم في سوق الحراج في أعمال كثيرة وكان بالنسبة للجثث كنا الاثنين ما شاء الله مربربين يعني
فالله يرحمه انه ما فيش اي مسلسل الا يقول لي تعال انا عملت لك بطولة، عملت لك خط. هذا المسلسل اللي شفته بالصمادة كان باللهجة الصنعانية، يعني برغم الخليجيين كلهم موجودين من الكويت من الامارات من البحرين من انا كنت باللهجة الصنعانية، وكنت السند او اليد اليمنى لهذا الكفيف، وكان كفيف طبعا ومعتمد علي في اكله في شربه في، وما شاء الله مشى افضح المسلسل، هو في اليوتيوب موجود سوق الحرج، عمل ضخم جدا، ومثلت بلدي احسن تمثيل، وفي اكثر من عمل في الامارات ايضا، حاير داير اللي شفته مع جابر نغموش، طلب علي كثير بدا من الخارج، واقول يعني بالفم المليان اكثر من عمل اعتذرت. طيب يا استاذ يحيى، الفنان اليمني اذا ما توفرت له الامكانيات قادر على ان يبدع؟ يعني انتم اتيحت لكم الفرصه واشتغلتوا في الدراما الخليجيه، هي طبعا نحن نعاني مشحة الامكانيات، بمعنى انه الفنان اذا ما توفرت له الامكانيات قادر على انه ينقل الفن اليمني الى خارج. يعني انا شوف زي ما مثلا نقول شركات الانتاج طبعا مثلا يعني تقبل على شراء المسلسلات المصريه، المسلسلات السوريه، يعني هل نحن مثلا نفتقر الى التسويق للمسلسلات اليمنيه الى خارج الـ 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 هذا الحدود؟ هو اللي هذا اللي بنعاني منه. يعني الان الاعمال اليمنيه محيط اليمن، حتى واحنا بنصور في مصر اكثر من مسلسل صور هنا في مصر، تظل اليمننه موجوده، والعرض يظل قالوا ما نشتيش نخرج في حوشنا زبيبنا في لوزنا وحقنا مدري ايش من الامثله الشعبيه، فالانطلاقه هي مطلوبه، الانطلاقه للخارج مطلوبه. اعمال كثيره معنا ومسلسلات كثيره، وشباب الان بداوا ما شاء الله يظهروا على الشاشه وعلى الساحه اليمنيه. اضيف الى كلامك انه الجهد الذاتي والشخصي، جاني دعوه لمهرجان في الصين، مهرجان عالمي على مستوى دعوتين يعني، وانا مدير عام في الثقافه يعني بالاسم يعني جاء انه تشاركه، فقلنا بدل ان نروح الصين يعني ودوله بعيده وامكانيات هذا نصور فيلم فيها. انا والاخ المخرج جميل ياريني طبعا قمنا كتبنا الفكره ومدري ايش خيري واخو، برغم انه كنا مستضافين في الصين معنا اثنين مرافقين، واحده اللي هي تترجم بالعربي والثانيه اللي بيصرف، انتقلنا مدينه اثناء ما كان في معنا اجازه كان ننزل نصور في الحدائق، يعني الانسان يخلق الشيء من العدم، وهم حتى بيفتكروا احنا بنصور سياحه واحنا بنمثل اصلا. بنمثل عملنا قصه مختصره، هو فيلم انه واحد جاء خدعنا قال بيعوا المزرعه بيعوا البيت وانا اشيل لكم امريكا تكسبوا ملايين الدولارات وتعيشوا اغنياء مدري ايش، صدقنا الرجال نصب علينا وشان الصين. تخيل وانا بالفرشه حق الرنج ادور عمل في شوارع الصين وانا اقول لهم عمل يا من عنا جاوع، فلتنا طبعا نذقنا هناك وروح، لا عاد معنا فلوس ولا، فيها تجربه ورساله انه البلد خيره والارض خيره، خاصه اللي هم اللي بيترك ارضه ويدور يروح يدور بعد الملاليم بيرجع في الاخير، اما احنا بعناه تخلصنا منه ورجعنا فوق. ف المبدع يقدر يخرج، يقدر يوصل للعالم كله صحيح، بس هو يشتي ايش؟ يكون عندها الطاقه وعندها الدعم وعندها الابداع وعندها الاصرار ايضا، وحنخرج للعالم ان شاء الله. طب ايش رايك يا فنانة في طبعا في الان الدراما اليمنيه والشباب الان اليمنيين، كيف بتشوف الاعمال والدراما اليمنيه الان؟ والله انا احيي الشباب اللي بداوا، خاصه صلاح الواثي بدا ينتج، انتج اكثر من عمل كشركات انتاج يعني، وخرجوا يعني الاردن ناصر يعني انتاج بدا يخرجنا من القوقعة اللي احنا عايشين فيها. ايضا موجوده القنوات كثيره موجوده بدات تحتضن الانتاج، شركات داخل في اليمن بدات تنتج، زي مثلا شركه تنوشن انتجت حوالي ثلاثة اعمال او مسلسلات غير البرامج اللي بتعملها، وما زال المسلسل ماء الذهب ما زال في الدرج يعني، ومنتظرين تسويقه ان شاء الله، عمل ضخم جدا وانا افتخر به، ويعتبر بالنسبه لي، وكان انا كنت اتوقع انه يكون بالنسبه لي النهايه يعني، بعد العمل هذا ممكن انا اوقف. احنا نستاذنك يا استاذ يحيى، طبعا معنا اتصال عبر الزوم مع الاستاذه الفنانه القديره امل اسماعيل. استاذه امل صباح الخير وصباح الجمال حيث انت. يسعد صباحكم يا رب كل خير، نورين. حيا حيا حيا. بنورك يا استاذه امل. الو. ايوه احنا معك استاذه امل. اليوم طبعا ضيفنا اليوم في الاستاذ الكبير يحيى ابراهيم، وكنا نتمنى لو تكوني انت موجوده معنا في الاستوديو. حدثيني عن اول اللقاءات التي جمعتك
مع الأستاذ يحيى إبراهيم، وهل العمل معه ممتع ولا متعب؟ أول حاجة سعيدة بوجودكم وحضوركم الجميل، وسعيدة بأن الضيف يعني أحسن واحد أنا أحبه من كل قلبي، وبالنسبة لي هو صديق وعزيز على قلبي اللي هو الأستاذ يحيى إبراهيم. طبعا يا يحيى أنا أشكرك أول شيء، لأنه قبل كم يوم كان في عندي لقاء وقلت كم كلمة جميلة أدمعت عيني يا يحيى وعلى رأسي، وكانت أشتي أشكرك لكن الفرصة جت الآن بشكرك مباشر. والأستاذ يحيى غني عن التعريف، يعني هو إنسان قبل أن يكون فنان. إذا أنت بتكون مع يحيى أنت عتضحك واصل وعتاكل واصل وعتعيش زي والله العظيم مش مجاملة في الأستاذ يحيى. الأستاذ يحيى إنسان قبل ما هو فنان، وطيب وروحه حلوة، ودائما يعني مع الكبار ومع الصغار هو ذاك الدبجي. طبعا انا ما سميه، حتى انا في تليفوني حاطه اسمه الدبجي يحيى ابراهيم. طيب يا استاذ، العمل متعه مع الاستاذ يحيى اكيد. نعم طبعا. ايوه طيب، ايش اكثر المواقف اللي بتتذكريها بينك وبين فنان العظيم يحيى؟ شوفي انا بيني وبين يحيى ما فيش مواقف يعني كوميديه، لكن المواقف اللي بتكون مع الاستاذ يحيى هو الاستاذ نبيل حزام. يعني إذا الاثنين هؤلاء مجموعين في عمل أنت راح تقصي من الضحك واصل. يعني تذكر يا حلب ما كنا نحن بنصور في تقريبا في كوكبان، وأنت كنت رايح تقريبا الحمام وعمل لك الأستاذ نبيل حزام فقعة يعني. والله شوفي أنا شخصيا أعاني من مقالب الأستاذ نبيل حزام، يعني نبيل حزام في الله يذكره بالخير يعني. يعني لا لا الله يفتح عليه، والله بيصيدني يعني يدور لي اي أيوة. اي ما يرتاح، خاصه جاي يرتاح لما يعمل لك مقلب يخليك تتبلطح، ما يخليك في الارض تفلت. لازم الله يستر، الله يذكره بالخير. قصر يعني يا استاذ امل، استاذتنا طبعا انت جمعتك اعمال خالده مع الاستاذ يحيى ابراهيم، بنتذكر منها مسلسل الماهر وشاهد عيان وصابر. ايوه كثير اعمال كثيره يعني اشتغلنا، حتى اعمال تثقيفية وصحية تعليمية إذاعية تلفزيونية الحمد لله مسرحية، يعني الحمد لله يعني. في حاجة ما ذكرتيها أول عمل أنا اشتغلنا يا أمل. أول عمل يا أمل. أيوة يا حياة. في حاجة ما أيوة. ذكرتيهاش ربما تكون غريبة على المشاهد أو عليكم، أني تزوجتها أكثر من مرة في التمثيل طبعا. كانت أمي أكثر من مسلسل أمي تخيل، وكانت أختي يعني قد نخلناها فعل ما نخل نخل. طبعا أيضا نتشرف أن يكون معنا أيضا في هذه المداخلة الأستاذ الكبير نبيل حزام. ها موجود أستاذ نبيل. صباح الورد يا سلام، تكر الحي. أستاذ نبيل صباح الورد وصباح الخير، ومسرور جدا بتواجدك معنا لايف. طمني على صحتك يا غالي. صباح البهجة، صباح الجمال، صباح خفة الظل. شكرا، صباحكم رائع أخي الغالي، صديقي الحبيب صبري الكويم. شكرا لك الغالية العزيزة سمر. أهلا أهلا فيك الدبدوب الحبيب يحيى إبراهيم. يا نبيل أخاف إنك في الاستوديو. وأمولة وأمولة الغالية. الله يفتح عليك حبيبي. تسلم نبيل، سيدك يا نبيل. أنا أخاف يا نبيل. وحشتوني كثير يا نبيل. يا نبيل والله من كثر حبي لك وخوفي منك اخاف انك في الاستوديو هنا قريب، يعني لا تدخل عنا فجاه. اتوقع كل هذا ركز خوفه من نبيل حزام. يا استاذ نبيل، ايش قصه المقالب؟ يعني ولا حد بيسلم منك، لازم تعمل لكل واحد مقلب بيظل محظور في الذاكره. لا يحيى ابراهيم بالذات بالنسبه لي بيشكل حاله بهجه في اي عمل يكون متواجد. عندما أعرف أنه يحيى موجود تغمرني السعادة، لذلك أتفنن شوف يتفنن في كيفية الصياد يتفنن هو معترف. يحيى طبعا شهادتي مجروحة فيه لأنه أخي وصديقي يا عبا وحبيب غالي فعلا يعني. طيب أستاذ نبيل تتذكر إلى جانب أنه ممثل رائع وشهادتنا مجروحة، داخله قلب طفل، قلب جميل، قلب نقي فعلا. طفل عمره 3 سنوات جدع عليهم حشوش حوشوني حوشوا علي. طيب يا أستاذ نبيل تتذكر أول مرة قابلت فيها فنانة يحيى إبراهيم كانت فين، وكان إيش الجمع بينكم؟ يحيى طبعا هو الرعيل اللي جاء بعدنا بسنوات يعني أنت أكبر منه.
أكبر منه فنيا لو سمحت. مش بالعمل، مش بالعمل. أقصد كمرحلة، كمرحلة تاريخ فني. يحيى ظهر في منتصف الثمانينات في فرقة المسرح الوطني كمخترف، جاءوا عن طريق مدرسة عن طريق نادي الشعب، نادي الشعب صنعاء اللي ظهرت من هناك بالضبط. وحبينا الخطط له بري كان منطوي إلى حد ما بابن بيئة محافظة وملتزمة، ما فيش كم شهر وصار منحرف معانا يعني. منحرف يغلط يغلط محترف 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 يعني اليوم بس منحرف محترف يعني هو بيأكد عليها لا يدخل بها النور منحرف او شدد على الوضع. يا نبيل عب عليك انا على هواك. يا نبيل محترف انا ما لاش صار جزء مننا ومن لحظاتنا الجميلة. استاذ نبيل طبعا جمعكم المسلسل الاخير سر الغراب يعني لا مع الذهب مع الذهب اخر عمل ايوه. طيب لو تحدثنا عن سر ال ال ها عفوا انا اسف والله انت بتغلطني انا بغلطك ايش انا مفجوع منك دائما انا مفجوع يا تخلنا اخر شيء سر الغراب نعم طبعا يا استاذ نبيل سر الغراب يعني اجدتم فيه يعني خاصه وانت مثلت فيه يعني اكثر من دور وايضا الاستاذ يحيى فاجانا بتلك الشخصية في ذلك المسلسل. هل بدأت الآن الدراما اليمنية تخرج عن المسار التقليدي إلى فضاءات أرحب وهل نحن قادرين على تصدير هذه المسلسلات إلى الخارج لمتابعتها من قبل المشاهد العربي وهل بإذن الله تعالى سيكون للدراما اليمنية شأن كبير إذا ما يعني قامت الجهات الرسمية بدعم هذا الإنتاج؟ جميل صديقي الغالي صبري انك اعدت السؤال. فعلا انا كنت حاطط ملاحظه هنا على هذا النقطه بالذات. تفضل يا عزيزي. من الصعب بمكان ان نتعامل مع جزئيه الانتاج الدرامي بنوع من القصور في الوعي بدليل اننا لا نفكر في الانتاج الا قبل رمضان بشهر او بشهر ونص بالكثير. ويعني لا المرحلة كافية والزمن كافي ولا أيضا القيمة الإنتاجية والكلفة الإنتاجية للعمل كافية. هذا بيشكل لكم عبء كبير يا أستاذ نبيل. للأسف القنوات وشركة الإنتاج الخاصة ما زالت بنفس الثقافة المتدنية والقاصرة في عملية الإنتاج، فكيف لنا أن ننافس ونحن أصلا لم نقدم عمل بذاك النضج الذي يجعلنا فعلا بمصاف او مؤهلين للمنافسه. وبالتالي فكره التصدير او فكره التسويق مرفوضه في الاساس من حيث سوق لك عمل ركيك، عمل لا يحمل المضامين السويه، لا يحمل يعني قيمه فنيه وجماليه، لانه بالتاكيد في هذا الزمن لا يمكن لك الا ان تقدم ما تأتى. يعني العمل بيكون غير ناضج. منين بتخرج الكلام هذا كله يا نبيل؟ بيكتبها. منين بيخرج الكلام هذا كله؟ انا مستغرب يعني. من الواقع يا يحيى، من واقعنا يا يحيى. يا لا يا حبيبي من واقعنا. الله يفتح عليك بس ما شاء الله عليك ما شاء الله. ما زلنا بنفس الثقافه القاصره للاسف. صحيح. طيب المفروض ان احنا في مرحله، انا اتذكر في مرحله من المراحل التلفزيون اليمني كان ينتج اجمل الاعمال قيمة فنية وقيمة جمالية وقيمة فكرية ومشاركات عربية أيضا. في الوقت بالضبط في الوقت الذي كانت الخليج معلش أكمل، في الوقت الذي كانت الخليج لا يوجد سوى الكويت تنتج دراما. صحيح. وكانت اليمن رائدة في هذا المجال. شوفوا أين نحن الآن وأين العالم. شيء محزن وشيء موجع فعلا يعني. أكيد. طيب أنا أعتقد أنه قلبت المواجع بس فعلا الموضوع مهم. انت بتقلب المواجع دائما مش اول مره. فرصه. انا منتظرك حبيبي يحيى. بفارغ الصبر. داري 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 منتظر لي وفي حدود عد راعي. طيب يا استاذ نبيل والسؤال. تمر حبيبي صبري في جزئيه صغيره. تفضل. يحيى طبعا طول عمره بيقدم اعمال. منها ما هو مميز، منها ما هو تراجيدي، منها ما هو كوميدي. لكنه في مسلسل ماء الذهب
خرج عن عن طوق يحيى إبراهيم، ربما في بعض الأحيان القالب. خرج بشخصية غاية في الجمال وغاية في الروعة، وأنا أستغرب على القنوات الموجودة أن الأعمال ذات القيمة الفعلية مثل ماء الذهب لا تشترى، ويستخسر أن يشتروها ربما بتكلفة أعلى إلى حد ما، وهي فعلا تستحق أن تنافس حتى على مستوى القنوات العربية. يا نبيل، هي الجزئية اللي أحب أقولها، يحيى كان مميز في هذه الشخصية. أيوه. الرائعة. طيب يا أستاذ نبيل، أترك فرصة لسمر تسألك. طيب انا بس ما تسال ولا يا نبيل صاحبك، يعني ما يعني ما بلانا بين اسالك يا نبيل. يا نبيل، مسلسل ماء الذهب اكثر ابداعي منك انت، من كثر الهدايم والفجايا والملاحقه والخوف منك، وانا كفيف. تخيل، تخيل كفيف والعبي زي ما شفت. طيب يا استاذ نبيل، سمر في تتكلم تفضل. والسؤال طبعا لكم كلكم، انه ليش ما بنشاهد الاعمال الدراميه الا يعني فقط الا بتكون موسميه فقط، بتقتصر على رمضان؟ ليش ما فيش طوال السنه اعمال دراميه يمنيه، خاصه انه يعني الدراما اليمنيه يعني ذاخره بالفن اليمني وبالافكار وبالسيناريوهات ايضا اليمنيه؟ يا عزيزتي، البلد زاخرة بالمواقع التصوير المثالية جدا، زاخرة بالمواهب التمثيلية والقدرات التمثيلية الكبيرة، زاخرة بمخرجين رائعين، لكننا بلينا بشركات إنتاج وبلينا بقنوات عبارة عن عقول معوقة يفكروا في 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 القيمة الإنتاجية للعمل، وبالتالي لو اشتغل بشكل مبكر حتكون الكلفة أعلى وحتكون الصرفية أكبر، وبالتالي يعني من الصعب تقدمي عمل في فترة وجيزة ويكون مميز. لذلك هذا السؤال يوجه للقنوات الفضائية وأيضا لشركات الإنتاج، لماذا لا تغيروا من هذه الآلية العقيمة؟ لماذا لا تحترموا عقول المشاهدين وتذوقهم ومتابعتهم ومشاهدتهم العالية من خلال قنوات أخرى؟ طبعا على ذكر الإنتاج، أيضا نتشرف أن يكون معنا أيضا عبر الزوم الفنان عبد الله يحيى إبراهيم. عبد الله، صباح الخير وصباح الإبداع. جمعتهم كلهم. يا صباح النور والعافية، أهلا وسهلا بكم. أولا أنا مسرور جدا بأيضا مداخلتك عبر الزوم، أنا وزميلتي سمر وطاقم العمل طبعا بنحييك. طبعا يا استطعت يعني يا عبد الله، أنت يعني بدأت حياتك من الطفولة، يعني كان يصطحبك الأستاذ يحيى في ترحاله، وأيضا يعني نقدر نقول انه انت ابن المسرح وابن مواقع التصوير. هل كان للاستاذ يحيى دور كبير في صقل شخصيه الفنان عبد الله يحيى ابراهيم؟ اول شيء اصبح عليكم واصبح على متابعينكم وكل الناس الرائعين اللي بينتظروا منكم كل ما هو جديد. بالنسبه للوالد، اكيد الوالد هو دائما انا اقولها مدرستي الاولى والاخيره. طبعا انا بالمصادفه الان عندكم اثنين اباء بالنسبه لي، الاستاذ الجديد الاستاذ نبيل حزام ايضا هو اب غالي بالنسبه لي، وايضا والدي الغالي مدرستي الاولى والاخيره الفنان يحيى إبراهيم، وهو اكيد يعني له الاثر الكبير في اول خطواتي العمليه والعلميه ودخولي للفن وحبي او يقول الرشفه الاولى حب لهذا المهنة هو والدي الغالي. هو طبعا الأستاذ نبيل قبل قليل يعني وإن كان نقول قاسي عليكم كمنتجين أو كشركات إنتاج، يعني الوقت بيكون ضيق إلى قبل رمضان، وهذا بيحتاج أيضا أنه الممثل يبذل جهد كبير من خلال السهر المستمر، تصوير مشاهد، يعني هذا كله بشكل عبء ثقيل على نفسية الفنان، أنه يعني يشتغل يعني انت عارف 30 حلقة وبندخل في نص رمضان ولسه ما خلصش المسلسل، يعني اين مكان من الخلل في ذلك؟ شوف، بالنسبة لنا اعتقد احنا كشركة انتاج، شركة كنوشن، هي تميزت في انتاجها بمختلف تماما مختلفة عن القنوات او الانتاج اللي يجي اني او قبل رمضان. لذلك احنا بنطبخ دائما العمل على نار هادئة، والدليل على ذلك انه سد الغريب كتب لسنة وتم التحضير والتجهيز له، كان أول عمل ينتج على مستوى اليمن بداية السنة كان،
وهذه كانت الخطوه اللي خلت الشركات الانتاج الثانيه اني تبدا بعدين بشكل مبكر. يعني كانوا في شهر اثنين ما كانش احد يبدا، كانوا يبداوا اغلبهم كان يبدا قبل رمضان بشهر للاسف. لكن ديتروشن عملت على انه يعني قدر الاستطاعه اني حاولت اني تنتج بشكل اكبر او بوقت اكثر بالنسبه لها، واخذ مننا الانتاج للتصوير 4 أشهر خلافا عن شهر او شهرين. وهذا الشيء حملناه اعباء كبيره جدا، ومع ذلك كنا مصممين واصرنا على هذا القاعده وانتجنا ماء الذهب بنفس الاليه. ماء الذهب في السنه اللي بعد مسلسل سد الغريب اللي بعدها تماما احنا وصلنا لشهر 12 وشفنا انه مش قادرين ننتج، بالرغم ان قنوات بتنتج قبل رمضان بشهر، واحنا بنتكلم عن شهر 12 كان هذيك السنه، يعني باقي معنا ما يقارب 4 أشهر إلى 6 أشهر. ومع ذلك وقفنا وما طلعناش السنه هذيك اللي راحت او صورنا، وقلنا مش مشكله نتاخر للسنه اللي بعدها ونجهز ونحضر بشكل افضل. وكان معنا التحضير لمده سنه ايضا خلافا للنص اللي كتب لما ذهب، وصورنا من وقت مبكر جدا. ومع هذا مع كل الاعباء اللي تحملناها للاسف ما ذهب لم يوخذ او لم يعرض في القنوات اليمنية. وكما ذكر الأستاذ نبيل لما سمعته بيتكلم عن ماء الذهب أنه عمل يرتقي إلى أنه ينتج في أشهر كثيرة في كل الجوانب الفنية، سواء كان من الإخراج من التصوير من التمثيل متكامل كل الجوانب. هذا يرفع من مستوى الدراما في اليمن ويحاول أنه يصل بالدراما إلى المستوى العربي أو يكسر حواجز كبيرة. للأسف لما نتكلم إحنا كشركة إنتاج، إحنا شركة إنتاج بسيطة أو شركة إنتاج خاصة نعتمد على أنفسنا وبنتحمل أعباء كبيرة جدا. يجب أن القنوات يشاركونا في هذا الحمل إذا كان في حمل فني يحملوه علشان الفن وعشان الممثل وعشان الوطن، فلازم أنه يكون في تضحية معهم، مش مجرد أنهم يفكروا أنا تجاريا أو كم بدخل ربح، فلذلك لازم أنا أقلل عدد الأشهر اللي أنتج فيها، فأنتج قبل رمضان بشهر أو بشهر ونص عشان اقلل من التكلفه وانسف العمل الفني والجهود الفنيه اللي لازم تقدم في العمل. طبعا امل قد رقدت يا استاذ. ايوه لسه كنا شفتها قد رقدت وعبد الله بني طبعا طيب اصبري يا تحاكا عبد الله بني طبعا في اكثر. يعني انا المفروض هذا السؤال ما ينطرح لنا كممثلين، يعني هو شو السؤال للمنتجين للقنوات ان هي اللي تنتج الاعمال، دورنا ما نتكلم احنا. ايوه انتم تتكلموا براحتكم وانا اروح لضوي. يا ريت يا الله انك محترم. يا استاذة امل بما ان معنا طبعا عبد الله، كيف بتشوفي الدراما الشبابيه الان؟ انا سالت استاذ يحيى عن هذا السؤال، يعني كيف بتشوفي الدراما اليمنيه وتجربه الشباب اذا في الانتاج او حتى المشاركه في الاعمال الدراميه اليمنيه؟ كيف اشوفها يعني من اي ناحيه قصدك؟ مستوى يعني ارتقت بالدراما اليمنيه، طوروا من الدراما، جعلوا شكلها افضل، خرجوا عن الافكار التقليديه، الافكار التقليديه مثلا المتعارف عليها. يعني تقدر تقولي نوعا ما الشباب بيحاولوا، هو الشيء الجميل في الشباب في الوقت الحالي ده انه دائما عندهم طموح واحلام انهم يقدموا اشياء، حتى لو بتلاقي الاحيان امكانيات شحيحه، المواضيع بسيطه، لكن المحاوله بحد ذاتها شيء جميل. لكن نتمنى انه يكون في ان شاء الله يعني اعمال لشباب جميله وترتقي للمستوى العربي. في اعمال جميله لكن قليله جدا، لانه بعضهم بيحاول يظهر عشان بس يكون متواجد، لكن في بعض الشباب لا، تلاقي بيمحص وبيحاول يقدم عمل جميل متكامل، يهتم بالاشياء البسيطه. ايوه في شباب ما شاء الله اليوم رائعين، وفي شباب بيحاولوا. يا استاذ امل، بحكم موقع اليمن الجغرافي الجميل وتنوع تلك التضاريس، يعني اليمن يعني تملك آلاف يعني مواقع التصوير الجميلة، إذا ما انطلقنا نحو البحر إلى الحديدة، إذا ما انطلقنا إلى السواحل إلى الجبال إلى الصحاري، نجد بأن اليمن تزخر بهذه المواقع التي يعني لا توجد في بعض الدول. أيضا تنوع الأزياء اليمنية ما بين المحافظات وجمالية الزي اليمني في المشاهد، عندما بنشوف أيضا الممثلات بيرتدين ذلك الزي اليمني الجميل، سواء الزي الجبلي أو الزي الساحلي، أيضا تعدد اللهجات، كل هذه هل تشكل منظومة نجاح متكاملة لانطلاق الدراما اليمنية وتألقها أكثر، والخروج أيضا عن المألوف في طرح أفكار معينة لكل عمل درامي؟
شوف بقول لك حاجه، يعني احنا لو بنجي نشوف الفن المصري احنا مثل كنا نعرف اللهجه الصعيديه الا من خلال الاعمال اللي قدمت باللهجه الصعيديه. صحيح. حتى اللهجه المصريه، المسلسلات الخليجيه، احنا مش عايشين هناك، كيف حنفهم اللهجه حقهم الا من خلال الاعمال بتقدم. ولو نيجي نقول اذا احنا تراثنا كبير وزاخر من الملابس ومن اللهجات، فاكيد قصصنا كثيره من الواقع، موجوده قصص رائعه. يعني لو حيكون في كتابات لها وتقدم ويكون في هناك يعني انتاج مستمر دائم، حيكون يعني العالم حتعرفك اكثر، لانه الفن هو اللي بيعرف كل دوله. يعني انت كيف حتعرف الوطن هذا، كيف حتعرف البلد هذا ثقافته وفكره لبسه عاداته وتقاليده وتاريخه من خلال الاعمال اللي بيقدمها، الاعمال الفنيه. فأكيد لو إحنا استغلينا هذا الشيء، يعني أقول لك في مسلسل ما الذهب إنه للأسف ما عرضش، فيه كمية أماكن تصوير والله العظيم إحنا بنفسنا كنا بنذهل وإحنا بنكون موجودين عشان نصور، كنا نقول بلدنا فيها هذه الأماكن الحلوة. يعني للأسف إنه العالم مش عارفها بشكل أكبر، يعني بشكل كبير، يعني اللهم مقتطفات بعض الصور، لكن كيف حيكون حيو وفي مشهد درامي، حتكون حاجة روعة يعني. طيب بنرجع لعبد الله. عبد الله، بترجع للوالد قبل اختيار الادوار كذا وتتقبل رايه مثلا انه تقبل بهذا الدور او لا؟ يعني كيف الحوار بين الاب وبين تفضل. انت بتساليني بالنسبه للادوار اللي انا اقبها؟ اكيد انا بالنسبه لي مثل ما قلت لكم الوالد هو مرجعيه ايضا، وانا يعني في الادوار اللي اكيد انا لي مثلا اختياري الخاص في الشخصيه، في طابع الشخصيه، لانه في الاخير انا اللي باديها وانا اللي بتقمص هذه الشخصيه اللي بشتغلها. لكن استشارات ما 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 استغنيش ابدا عن استشارتي للوالد بالنسبه للعمل، مجمل العمل، القناة، المستوى العرض، اشياء كثيره جدا اتناقش انا والوالد فيها، لانه في الاخير يقول لك اللي ماله كبير كبير الشيطان. طبعا هو المدرس وهو انا شفضحك على يا عبد الله، انا شفضحك على الهواء. انت واخي نبيل الحزام الاثنين تصيدوا اخطائي والاثنين تامروا علي الامانه، فان شاء الله تتكلم يا اخي الحين، انسمح لك تتكلم. انا ضيف ضيف هو ضيف الحلقه يا نبيل. انا ضيف انا ضيف انا ضيف انا المضيف ايوه لا في عمان ضيف عليك في اوفا. اقول لكم شيء يا اخي صبري، اتفضل لكم شيء. عبد الله خرج عن الطوق وخرج عن استشاره ابوه وخرج عن استشاره الدنيا كلها، يعني متمرد. ها متمرد على النص كبار. بعد الحين الاب يستشير الابن. اي والله اي والله 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 ان كلامك صدق يا نبيل. ايوه حبيبي. يعني هو من افراد العصابه حقك، واكثر ما المقالب انت بدي استشيره وتجهز المقلب وانا الضحيه. لا العكس، هو بيجي يستشيرني لو في مقلب جديد لك. يا استاذ نبيل، يا استاذ نبيل، في جزئيه كنت حابب اضيفها تفضل او اكد عليها. أنا كنت كل الكلام اللي أنا قلته سابقا حبيت استثني فيه، طبعا هو من خلال كلامي أكيد استشفيته أنه شركة دوب نوشن خارج كل ما قلته، بدليل التجربتين السابقتين تم إنتاجها بوعي كبير. النص أخذ الزمن الكافي في الإعداد وفي التحضير وفي الكتابة. عملية الإنتاج لم تقتصر على أنه يلا السندوي جاهزين صوروا، لا، هناك إعداد وهناك قراءة طاولة وهناك تحضير لللبس لكل ملامح كل شخصية، كل شخصية وظروفها متكاملة لملامح الشخصية بمكياجها بزيها بكل التفاصيل هذه، وتحضير للمواقع وتحضير بكل تفاصيل العمل. طبعا يا استاذ نبيل، يعني استاذ نبيل اخذ ثمن كافي في الاعداد وفي التحضير وفي الانتاج الى ان وصلوا الى مرحله من النضج الفني والفكري. استاذ نبيل، طبعا انتم المرجعيه والقدوه، انت والاستاذ يحيى، للكثير من الشباب الذين يخوضون غمار هذا التمثيل. يعني حقيقه عبد الله يحيى ابراهيم اشوف انه بيتعب على نفسه، بيشتغل على نفسه، يعني بيفاجئنا كل عام بادوار جديده، يعني تحس انه يحب دائما انه يكون في القمه. احيانا يا استاذ نبيل يكون في واسطات، مثلا نشاهد بعض الشخصيات انا استغرب يعني كيف تدخل في مجال الدراما وهي لا تملك تلك يعني مقومات النجاح في التمثيل. كيف يمكن للفنان
أن يواصل يعني تربعه على هرم النجومية أو على قمة النجومية؟ بالنسبة شوف بالنسبة لعبد الله، عبد الله تربى من طفولته في بيئة كلها فن وكلها مسرح وكلها دراما وكلها يعني أفعال. ربما تشرب هذه العملية من طفولته، وبالتالي بدأنا نستثمره كممثل من طفولته. أنا شخصيا اشتغلت معاه أعمال كثيرة بما فيها فيلم العرس وأفلام كثيرة ومسلسلات وأيضا مسرحيات كنت أخذه معي كنت أخرجها. نمت هذه الموهبة إلى أن صار صاحب قضية، صاحب حرفية مهنية، وصاحب رؤية، إلى أن يعني أصبح صاحب رؤية. الوساطة في الفن لا تدوم، لأنه بأي حال من الأحوال يعني الحكاية مش وساطة عشان وظيفة، الحكاية فن وقدرات بتظهر على الشاشة أمام الناس وبالتالي بيتعرى إذا كان صاحب موهبة ويستحق أن يصل، أو أنه فقط يعني تاريخ الانتهاء موجود بوساطة معينة. يا نبيل زي أيوة. زي المعلبات وهذا مكتوب الصلاحي وتاريخ الانتهاء فبيكون موجود التاريخ، رغم انه التشبيه ركيك لكن يلا بنجوز. انت 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 لا يعجبك العجب ولا الصيام في رجب، ما 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 يمكن ابدا انك ترزحني، ما ما يدعمنيش مشاغب والله. شوف بندي كلام يعني كلام كلام كبير، كلام كبير حنوري بعد البرنامج. طيب ما اوريش انا، لا وريها انت. يا صبري ايوه انا تمنيت اخذ يعني طياره خاصه عشان اجي له اتقبله ورا الاستوديو اعمل له مقلب. والله اني شاكك، والله اني شاكك. طيب يا استاذ نبيل، ايضا انت عملت مع الاستاذه امل اسماعيل في العديد من المسلسلات، هل من مواقف معينه يعني او ذكريات ما زلت تذكرها؟ امل بغض النظر، امل قدره تمثيليه قل ما توجد في الساحة الفنية اليمنية. أنا يعني هي نجيبة تقريبا من الممثلات المقتدرات بإحساس وبوعي عالي لما يقوم به. ممثلة من الطراز الأول، أنا أشبهها بأمينة بالناس الكبيرة هذه، بالفنانات العظام. أولا محترمة، تحترم مواعيدها، تحترم مهنتها، تحترم نفسها، تحترم زملائها، تتعامل مع يعني أي شخصية تقوم بها بوعي كبير وباهتمام إلى أن تصل إلى مرحلة الاحتراف. من المواقف الجميلة فقط أني مرة خرجتها عن كل الشغل الجاد في حياتها وأخرجت مسرحية اسمها القشاش وعملت لها شخصية كوميدية، هي ويحيى كانوا معايا، وعملت لها شخصية كوميدية جميلة، خليتها زي تريلا زي يحيى ثلاث مرات. افضح افضح افضح. واكتشفنا فيها خفة ظل وجمال روح تماما مختلفة عن ما بتقدمه. الأستاذة أمل والله قريبة من قلوب الملايين حقيقة، ونحن نحترمها ونقدرها، وهي يعني نجمة بكل ما تعني هذه الكلمة. الفنان المشاغب المشاكس نبيل حزام، ولا خليت لك صاحب. اي والله تمام، اي والله فرصة مننا بعيد، فرصة نبيل يعني لا يكررها الزمن بأمانة. على العموم الأستاذ نبيل يعني مش مجاملة له، لكن فعلا ما يكررش الزمن. والفنانين الكبار الوالد الأستاذ أمل الأستاذ نبيل حزام، أنا بالنسبة لي يعني كثير من الفنانين النجوم أتمنى من أعماق قلبي إنه الشباب يخطوا على الخطوات اللي هم خطوها، واللي لازلنا نشوف منهم جمال وروعة وفن وأخلاق والتزام ومحبة، يعني ما صعب إنك توصفها هذه الروح الموجودة. يعني أنا أعتقد إنه خلقت معاهم يعني فنياً، فهم أضافوا للفن رونق مختلف وروح مختلفة فنية. للأسف الشباب الآن وفي كثير من النجوم للأسف اللي يتمتعوا بهذا الروح الموجودة عندهم، تحسهم أنهم فعلا يعني بغذوا الفن من أرواحهم. فلذلك أنا بالنسبة لي والله يعني أستمتع من أعمال قلبي إذا وجدت هذه الأسماء في عمل وأنا أكون موجود فيها كطفل شارك معاهم من وهو سن صغير ويبصرهم حاجة كبيرة جدا ويمشي على خطواتهم، فهم فعلا يعني لهم النسبة الكبيرة في صقل الموهبة. وأتمنى فعلا من الشباب أنه يأخذوهم
يعني كمرجعية كأشياء رسمت لنا طريق سهلت لنا الأشياء اللي احنا بنقدمها الآن. فخورين بك عبد الله إبراهيم، وننتظر طبعا أعمال قادمة أنت فيها نجم بلا شك، وأيضا نشكر الفنانة الكبيرة أستاذتنا أمل إسماعيل، خالص محبتنا لكم. ويا عبد الله في معك سلام خاص من راكان، يعني راكان بيشاغبنا داخل الاستوديو زي ما كنت شاغل أبوك زمان. أصبح مرافق مثل ما كان أخو مرافق. خالص شكرا أيضا للأستاذ الكبير نبيل حزام. فاصل ثم نعود لاستكمال حوارنا مع فنان الكبير يحيى إبراهيم. حاج اسمك والتذكرة حقك. هيا اسمي فارع محمود. ها هذه التذكرة. ايوه فارع محمود. وهذا ما في يدك؟ هذا عسل. يقول لك العسل الدوعني الحضرمي الاصلي. من معه حبيب يشيل له حلاوة. اسمك اسهر ولكفك، مش وقتك ذا حينه. اقول لك هذا يخلي الشيبة شباب. وبو عسل العصيمي هذا يخلي الشباب بركان. وبو عسل السلام اللي هو عاد جديد بس يخليك حديد. بجاه الله بجاه الله عندك يا حاج اطلع فوق الباص شمسنا. اطلع دي لك الحزاه. لا حزوك لا اطلع مش الحزاه. من معه حبيب يشل له حلاوه. كنت اسكت عم عبدو. اسكت اسكت اطلع اصد الله اصد الله. ادي لك علبه حليب تقوي عظامك. لا ليش اطلع والنسبه انت اللي بها. تمام يلا اوك. وانت اسمك يا اخي؟ اسمه عبدو. ها عبدو حمود. عبدو حمود لحظه اسمه ايش؟ عبدو حمود. ايوه. وانت؟ اسمي ابراهيم. يا سلام عبدو حمود وابراهيم تذاكر. ها عبدو حمود وابراهيم اطلعوا يلا. سلام. اهلا بكم من جديد مشاهدينا. طبعا حوارنا الجميل وحلقتنا الجميله مستمره مع فنانة الجميل، وهيكون معنا كمان مداخله من المخرج مشاهد انسي. لكن قبل ما يكون معنا طبعا يا فنان، دائما الكلمات اللي دائما بتقال انه حياه الفنان ملك للجميع. اذا يعني كل شيء اسراره حياته وعائلته كل شيء، كيف واجهت هذا؟ هي يعني تضايقت مثلا من هذه الجزئيه خاصه مع الجمهور؟ إذا كان الجمهور هو واجهتنا، هو عملنا، هو من نتعب ونشقى طول السنوات الماضية عشان إسعاد المشاهد، عشان المشاهد. والآن في الحلقة هذا موجودين من الصباح عشان ندخل الابتسامة للمشاهد. وأنا سعيد جدا أن جمعتوني بعباقرة الفن وأقرب الناس إلى قلبي، وايضا وجود الاستاذ مجاهد الانسي الان حيدخل معنا. يمكن هو معنا على شيء كبير. شيء كبير ان يجتمع عمالقه الفن في برنامج واحد ونسعد الناس. من بيشاهدنا؟ اللي هم جمهورنا اللي كنا لهم كل الحب والاحترام والتقدير. أكيد. انا مره في مقابله سالوني في الام بي سي اعتقد او في هذا، كفنان يمني ومش عارف ايش، كم رصيدك في البنوك؟ سؤال يعني هزني. قلت الرصيدي هذا الناس اللي الجمهور. اللي بيحبونا واللي بنشتغل عشانهم هذا الرصيد لا يقدر بثمن بكنوز الدنيا كلها. صحيح. مخرجنا الجميل مجاهد الأنسي، اسعد الله صباحك بكل الخير. صباح الخير والعافيه عليكم جميعا. وعليك. حيا 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 بك وقوه ورحب فوق العين فوق الراس. وحيا ضيوفنا الكرام والاستاذ يحيى ابراهيم الانسان الكبير الفنان القدير. بصراحة فرحة ان احنا شفنا اليوم على قناة اليوم. الصوت مش واضح يا استاذ مجاهد، بس تعلي صوتك شوية. الو. ايوه معكم. أيوة معك. نرحب الفنان يحيى ابراهيم الاستاذ الكبير القدير الانسان. طيب يا مخرجنا، كذا بداية ندخل على طول من السؤال، تقييمك طبعا كمخرج للدراما اليمنية الان. والله الحمد لله الدراما اليمنية في الفترة الأخيرة بالذات يعني حصلت نجاح حلو وكويس، وناس تابعوها ولها جماهير لها جمهور في سواء في الوطن أو في الخارج. أستاذ مجاهد، اشتغلتم طبعا الأعمال الأخيرة تقريبا هي سر الغراب يعني كان من أبرز الأعمال الدرامية التي عرضت على الشاشة، وأيضا ضمت الكثير من كوكبة من نجوم الفن اليمني. نلاحظ أن أيضا الآن يعني هناك توجه في الاهتمام بالإنتاج أكثر، بمواقع التصوير، أيضا
بأزياء الممثلين. فكان أيضا سر الغراب من المسلسلات التي واجهت الكثير من التحديات والصعوبات بقدراتنا بكوادرنا بالتمويل، هل نستطيع أن نحلق بهذه الأعمال إلى أماكن أكبر وأكثر انتشار؟ والله الحمد لله والشكر لله، كان توفيق من الله، كان توفيق من الله ان احنا نجحنا في عدة اعمال في الفترة الأخيرة. ما نقولش انه نجاح، ولكن بنحاول قدر المستطاع ان احنا نوصل ما وصلوا اليه الناس في الوطن العربي، لكن ولو بقدر بسيط. رغم على ما تكلمت اخي صبري، رغم قلة الامكانيات ويعني بس الحمد لله عندنا كوادر فنية بأمانة، سواء من ممثلين سواء من كوادر فنية سواء من حاجة، يعني بأمانة أقول لك حاجة حلوة جدا وحاجة رائعة، ولكن عندنا بس ضعف الإمكانيات، ضعف الإنتاج. تكلم الأستاذ نبيل حزام والأستاذ يحيى إبراهيم أعتقد وعبد الله تكلموا عن الإنتاج وعن سوء الإنتاج عندنا في البلاد بسبب عدم الخبرة، وبأمانهم كفوا وفوا في هذا الجانب. أكيد. طيب يا أستاذ مجاهد، ما فيش أخبار حصرية لصباح اليمن اليوم، عمل بيجمعك مع فنان يحيى، يعني أي أخبار حصرية كذا يعني تكون لنا؟ أخبار قادمة وما قد بشيء، لكن إن شاء الله. إن شاء الله. بس عملنا إحنا والأستاذ يحيى، أذكر كما يذكره مسلسل ما بش حلا في شيء. عملنا ايضا فلاشات دراميه عن كورونا، كلنا بعضنا احنا استاذ يحيى، بامانه استاذ يحيى استاذ فنان وكبير وقدير، ونشكركم ان انتم استضفتوه في برنامجكم اليوم. ونحن ايضا مسرورين جدا بمداخلتك عبر هاتف الاستاذ المخرج مجاهد الانسي، وتحياتي لجميع الزملاء في اليمن، شكرا جزيلا لك. أستاذ يحيى، طبعا أنت تحتاج إلى سلسلة من الحلقات، يعني الحوار معك لا يمل، وأنت هامة فنية كبيرة، كلمة تود أن تقولها في ختام هذا البرنامج؟ أنا أول شيء الأمانة سعيد جدا 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 أن أكون الآن على الهواء مباشرة، وهذا الشيء المرعب، يعني أنه أي خطأ ما يقبلش ستوب ولا فيها ما بش. فالبرامج المباشرة مرعبة للأمانة، وجالس من أول على أعصابي ودخلتوا لي الإرهاب هذا كله. نبيل حزام وعبد الله وحتى أمل هيد بضامن معهم، يعني بشهم كلهم بيشتغلوا ضيبتي، ولا أنا لو اشتقلب عليهم أمان الله أعصدهم عصيد. إذا نفعل حلقة ثانية ونقلب عليهم ما أضع يستقلوني بعد بالأحضان، لا يضل هكذا على ما احنا. والأمانة سعيد جدا أن أكون في قناة اليمن اليوم، وسعيد جدا أن أقابل معكم أو تقابلوا معي. نتشرف بها. مرت الحلقة ما حسيت بها أبدا برغم الخوف اللي كان معي، وشكرا. شكرا لك وتشرفنا فيك، وأكيد المشاهدين مسرورين ومبسوطين بهذه اللقاء، وطبعا دائما الوقت الجميل بيمر بسرعة. بيمر بسرعة. أكيد. مشاهدينا وصلنا معكم لختام حلقتنا، ألقاكم الحلقة القادمة، دمتم في رعاية الله. وبإذن الله تعالى تجمعنا مواضيع جديدة وأيضا ضيوف مميزين، كما عودناكم خالص الود والاحترام والتقدير لكم، وممنونين جدا لمتابعتكم لنا خلال أكثر يا سمر من ساعة. طبعا باقي إضافة، نسيتها. تفضل. أنا أشبه اللقاء المباشر من بدايتك كأقلاع الطائرة، أقلعنا مع بعض وصلنا بالسلامة، وهذا هو أهم شيء. ألف سلامة، وإن شاء الله عيد مبارك للجميع، إن شاء الله قادم العيد للجميع بالوطن العربي بالخليج باليمن بكل بشر على هذه الأرض، نقول عيدك مبارك، وربي يعيد علينا وعليكم بالسلام والأمن والسعادة. إذن دمتم في خير ومحبة، وحفظ الله الوطن المفدى، في أمان الله.